في أخبار الاقتصاد، أعلن وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر شيخ طه خلال زيارته التفقدية لهيئة السكك حديد بعطبرة، أعلن عن خطة إسعافية تنفذها الوزارة عبر شركات متخصصة في مجال توفير قاطرات بمواصفات فنية وهندسية حديثة تواكب النقل العالمي. وقال وزير البنى التحتية والنقل إن السكة حديد ستعود لعهدها المشرق من جديد بعد أن انتهجت نهجا مغاير باعتمادها على وسائل متطورة وخطط إسعافية تمكنها من العبور إلى مرافق التطور والتقدم. محصلة هذه الزيارة، السكة حديد لها بنية تحتية متميزة وتحتاج فقط لإضافات وتطوير بالأخص في مجال قطارات لوكوموتيفز. وفي هذا الخصوص تواصلنا مع جهات خارجية منها دولة اندونيسيا للتعامل معهم على نظام البوت لتوريد قاطرات لوكوموتيفز وعربات ركاب. وهذا المشروع أيضا البحث حتى الآن لم يتم، نرجو أن يكتمل. وكذلك تواصلنا مع شركة، وكيل شركة ألمانية بالخرطوم بذات الخصوص. بدأت بولاية جنوب دارفور عمليات طق شجر الهشاب لإنتاج الصمغ العربي عبر ورش عملية بتدريب المنتجين على طرق حديثة في عملية الطق التي نظمتها إدارة الغابات بالولاية. وأوضحت جواهر محمود مساعد المدير العام لشؤون الأصماغ أن التدريب مستمر لكافة المنتجين في المحليات بغرض تطبيق الجودة في إنتاج الصمغ بهدف رفع الإنتاجية من الصمغ العربي بالولاية والمحافظة على شجر الهشاف فضلا عن تعريف المنتجين بطرق اللقيط. أوضحت أن خطة الإدارة هي رفع مستوى إنتاج الصمغ العربي بالولاية لدعم الاقتصاد القومي بالصادر من الصمغ. احنا الان في غابة تونو لتحديد نماذج للطق وعملية اللقيط. الورشة كان بتتحدث عن الممارسات الجيدة لإنتاج الصمغ العربي وكيف تطبيق برنامج الجودة وإدارة الجودة بالنسبة اللي بيبدأ من المنتج، كيف يطق لنا الشجرة بصورة صحيحة بآلة السونكي، الآلة المسموح بها لطق الهشاب. وهذه الآلة آلة السونكي بتحافظ لنا على شجرة الهشاب. يعني الناس زمان كانت تستخدم الفاس، نحن دارين نحس المنتجين يعمل لنا على استخدام السونكي. هو بيزيد لنا لإنتاجية السمغ، بيحافظ لنا على الأشجار، ورينام كيفية الطق ذات تكون كيف في الأفرع الرئيسية، الواحد يطوق كم فرع بالنسبة للشجرة، الاتجاه الشرق والغرب، برضو عملية للقيط.